السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلام. مكمل لبيرفا ايزو تريبل زيرو. طبعا كل الناس اللي في القناة طلبوا ان انا اتكلم عن منتجات شركة لبيرفا، فمعلش ان انا كنت مقصر معاكم الفترة اللي فاتت دي، فاديني جيت بصالحكم بفيديو جديد ومكمل خفيف وجميل جدا جدا جدا. طبعا زي ما احنا متعودين بندخل نشوف مكونات المكمل، فوائده واضراره وطريقه استخدامه والناس اللي جربت المكمل ده، فنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونكمل. قبل ما ندخل على مكونات المكمل، المكمل خالي من الصويا، خالي من الجلوتين، خالي من اللاكتوز. يعني لو عندك حساسيه من اللاكتوز المكمل ده هيناسبك جدا جدا، ولو عندك حساسيه من الجلوتين او منتجات الصويا فبرضه المكمل ده ليك. اول حاجه من مكونات ايزو تريبل زيرو، وهو سكوب بوزن 30 جرام. المكمل فيه 108 سعر حراري بس، في 27 جرام من البروتين. بص بقى، زيرو فات، زيرو سكر، زيرو كربوهيدرات، وده هو اسم ايزو زيرو تريبل او تريبل ايزو زيرو، اللي هو ثلاث حاجات مفهومش مش موجوده في المكمل ده: كربوهيدرات، سكر، والدهون. بص بقى، عشان في تركايه كده عايزك تخلي بالك منها، دي اهم مكونات السكوب الواحد. الاحماض الامينيه اللي احنا هنقولها دلوقتي هي احماض امينيه لل 100 جرام من المكمل. يعني كل حاجه هقولها دلوقتي هي بتاعه جرعتك اليوميه كلها، اللي هم هيبقوا 3 سكوب، وهقول لك هتستخدمهم ازاي اخر الفيديو. تمام كده. اول حاجه، في 5 جرام من الالانين، و2 جرام و100 مللي من الارجانين، و11 مللي جرام من اسبارتيك اسيد اللي هو عملنا فيديو عنه من قريب، وهسيب لك لينك الحلقه دي في صندوق الوصف، اتفرج على اسبارتيك اسيد عشان تعرف ايه هو الاسبارتيك اسيد. وفي كمان 8 مللي جرام و100 مللي من الجلوتامين. وتعالى بقى للمسؤولين عن تخليق البروتين في العضله، وهو 6 جرام من الايزوليوسين، وفي كمان 10 مللي جرام من الليوسين، و10 مللي جرام كمان من الليسين، وجرام ونص تقريبا من التريبتوفان، وتقريبا 6 مللي جرام من الفالين. وكل اللي احنا قلناهم دول هم المسؤولين عن تخليق البروتين جوه العضلات، علشان يبقى فيه سرعه استشفاء، وعلشان يبقى فيه ضخامه سريعه في وقت قصير. دي اهم مكونات مكمل ايزو تريبل زيرو او تريبل زيرو ايزو، اللي انت زي ما انت عايز تقول. شركه لابيرفا شركه غنيه عن التعريف، شركه مشهوره جدا في دبي والامارات والكويت، و في الاونه الاخيره ابتدت تشتهر في مصر. ايه اهم فوائد المكمل ده؟ اهم فوائد المكمل ده انه هيفيدك جدا جدا في اي فتره في السنه، سواء بتضخم، سواء بتنشف، سواء بتثبت وزن، المكمل ده هيفيدك جدا. ليه؟ لان سعراته الحراريه تكاد تكون معدومه. 108 سعر حراري ده مش رقم. ان انت هتستخدم من المكمل ده 3 سكوب، فلما هتستخدم 3 سكوب السعرات الحراريه معاك هتعمل حوالي 324 سعر حراري. فدي حاجه جميله جدا، بخلاف ان المكمل ده مش هيجوعك، ما فيهوش سكر، ما فيهوش فات، ما فيهوش كربوهيدرات، يعني نسبه الانسولين معاك مش هتعلى. تمام كده. فما تقلقش، اول ما تلاقي المكمل ده اخطفه، لانه هيساعدك على بناء العضلات، لان في نسبه بروتين كويسه، 27 جرام بروتين، دي حاجه كويسه جدا. يعني لما هتاخد 3 سكوب انت كسر تقريبا حاجه و70 جرام تقريبا، يعني او حاجه و80 جرام كمان. فنسبه بروتين كويسه على مدار اليوم. اضرار المكمل ده، المكمل ده ملهوش اي اضرار. كل اللي جرب المكمل ده قال ان الاطعمه جميله جدا، قال ان المكمل خفيف على المعدة، المكمل ما عملش عسر هضمي لاي حد، المكمل لقوا منه نتائج قوية جدا جدا بعد اول اسبوعين. ده لو التزمت بنظام غذائي كويس. ودي كمان احب اقول لكم على حاجة، او حابب اقول للناس اللي دايما يكتبوا كومنتات كده ويقولوا اصل انا جبت المكمل ده ما عملش معايا حاجة. حضرتك لازم تحسب نظامك الغذائي داخل سعرات قد ايه. انت دلوقتي الموضوع بيمشي ازاي؟ انت محتاج سعرات حرارية، مثلا المكمل بيديك 300 سعر حراري، حلو كده؟ انت محتاج على مدار اليوم علشان تضخم 2000 سعر حراري، فانت واخد 300، وعلى مدار اكلك في اليوم خدت مثلا 1500 معاهم،
فخدت 1800 سعر حراري، ففاضل 200 سعره. تمام كده؟ ده غير نسبه البروتين اللي على مدار اليوم. فانت حضرتك كده مش هتزيد، انت حضرتك كده نسبه الوزن ثابته. علشان ما تكتبليش في كومنت ان المكمل ما عملش معايا حاجه، لازم تبقى عامل لحضرتك نظام غذائي ماشي عليه. سعرات حراريه عايز تزيد، بناخد سعرات حراريه اكتر من اللي احنا محتاجينها. عايز تخسس في الوزن، بتاخد سعرات حراريه اقل من اللي انت عايزها. عايز ثبات في الوزن، بتمشي على سعرات حراريه معينه ونسبه بروتين معينه على مدار اليوم. هي القصه كده. فما تجيش تقول اصل المكمل ده ما عملش معايا حاجه. تمام كده؟ الا بقى لو المكمل شمال ومضروب وجايبه من تحت السلم، دي قصتك مش قصتي. انا مش طالع اعمل دعايه لمكمل ما او لمكمل بعينه. انا مفيش شركه بتيجي تقول لي خد فلوس واعمل لي اعلان عن المكمل ده او اتكلم عن المكمل ده. انا طالع الاول والاخر افيد حضرتك وافيد الناس اللي عايزه تستفيد وعايزه تعرف كل حاجه عن المكمل وتستخدمه ازاي وافضل وقت الاستخدام ايه وايه طيب المكونات بتاعته، طب محتاج ايه جنبه، الكلام ده كله. انت في غنى بقى عن الكلام ده. مش عاجبك الفيديو ممكن تتفرج على اليوتيوب في اي حاجه تاني. المهم عشان ما اطولش عليكم، واسف جدا ان طولت بجد، فنخش على افضل طريقه لاستخدام مكمل ايزو تريبل زيرو. افضل طريقه لاستخدام مكمل ايزو تريبل زيرو، هتستخدم منه 3 سكوب. سكوب مع الفطار على حليب خالي الدسم، عشان مكمل زيرو سكر زيرو كربوهيدرات زيرو فات، فمحتاجين ان احنا ما نعليش الفات بتاعه المكمل او السكريات او الكلام ده كله. عايز تستخدمه على ميه برضو براحتك. هتستخدم سكوبين تانيين بعد التمرين مباشره. ليه؟ علشان الاحماض الامينيه تدخل للعضلات على طول بسرعه. استخدمه على ميه. تمام كده؟ وما تسمعش للناس اللي بتقول ان المكمل البروتين ممكن تستخدمه في اي وقت عادي. طب حضرتك دلوقتي انت جايب مكمل، مش لازم يبقى ليه افضل وقت تستخدمه فيه؟ طيب مش في حضرتك بعد ما بتخرج من الجيم بيبقى في عمليه هدم لازم توقفها في جسمك؟ تمام كده؟ دي معروفه. ما تسمعش للهبي ده. اسمع وعقل الكلام ودور ورا كلامي، ما تاخدش كلام ثقة، دور وراه وهتلاقي ان انا طالع افيدك وبكلمك في معلومة صحيحة 100%. خد سكوبين بعد التمرين مباشرة على مية، علشان الاحماض الامينية تدخل على العضلة على طول ويبقى فيه سرعة استشفاء عالية جدا. طبعا المكمل كان ناقصه بس كرياتين، مكمل فعلا قوي جدا مصروف عليه، مكمل كل اللي جرب المكمل ده قال ان لقى نتائج قوية مع الكرياتين طبعا. تمام كده؟ وطبعا حمض الاسبارتيك اسيد موجود بنسبة كويسة، فهيرفع لك نسبة التستوستيرون، هتلاقي منها ضخامة قوية بمظهر